السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد اخر معايا. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم اجي تكون فيديو خفيف ظريف، يعني ماشي طويل وماشي يعني عادي. انا كنت معروضه في دارنا العشاء تاع المولود، وبهذا الفيديو حبيت نقول لكم صحه مولودكم وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله تجوزوها بالصحه والهنا يا رب مع العائله تاعكم مع احبابكم ومع كامل اللي تحبوهم. انا هنا كنت مجوزه في دارنا، كنت معروضه العشاء تاع المولود كما قلت لكم، وقلت هنا نصور لكم مقتطفات يعني واش درنا واش طيبنا احنا في المولود، يعني حاجه خفيفه ما صورتش كل شيء. مي قلت معليش ندير لكم فيديو هكا صغير خفيف طريف يعجبكم ان شاء الله. هنايا كنت نصور ابي بخي واش وجدنا واش نوجدوا حنا في المولود. قولوا لي اذا نتوما ثاني هكا تشوفوا الحلوه وتشوفوا يعني في البرك هذا مكان باش نلموا هذيك اللمه العزيزه باك وتكون كما نقولوا حنا لومبيونس هذا مكان. هنا كنا نوجدو في الطابله باش نتعشاو، حنا درنا الرش تاع العشاء تاع المولود، يعني هي اللي جات خفيفه وجات بنينه، دارتها ماما ربي يحفظها يطولها في عمرها. وهنا الطابله وجدتها اختي يعني تاع المكسره تاع الحلوه تاع السهره اللي حنقعدو من بعد بلاتي نقصرو هذيك اللمه لومبيونس على فامي يعني ربي يدومها. قولوا لي انتم ثاني كتشوفوا هكذا الحلوه وتوجدوا يعني باش واحد وما تكون عنده هذيك لونفي تاع يقعد يقصر الضحك ما نقولوا لي سيبينا ويقعدوا. وهذا رفيس قسنطيني اللي وجدتو انا، هذه هي الرشته اللي وجدتها لنا ميمتي العزيزه ربي يطولها عمرها يا رب. وهنا كنا قاعدين نتعشاو يعني الرشته كما قلت لكم درنا، وهنا سمحوا لي ما قدرتش نصور كل شيء باسكو كانوا قاعدين يعني مستحيل. وهذه هي لمتنا وسهرتنا جاست خفيفه ظريفه والحمد لله، وقعدنا قصرنا ضحكنا كملناها باللاتاي يعني، وان شاء الله ربي يدوم هذه اللمه وهذه فرحتنا يا رب. نتوما تاني ان شاء الله ربي يدوم هذيك لمتكم ان شاء الله يا ربي، والعزاز ليكم يا ربي يخليه لكم، وتهلاو في الوالدين بزاف بزاف باسكو هما تاج فوق الراس يعني هما حاجه الكبيره وهما كل شيء كما نقولوا هما الساس تاع الدار. وما بقى عليا غير نقول لكم اذا عجبكم الفيديو ما عليكم غير الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. الى اللقاء.